تعزي عاصمة الثقافة اليمنية، هي أكبر محافظة على مستوى الجمهورية من حيث عدد السكان ومن حيث الكثافة السكانية. يعني زق بنا أو دخلنا في حرب لنا قتلنا فيها ولا جمل. أغلق على تعز ما كانش في مكان للدخول والخروج، كنت أمشي من معبر الدحي والقنص إلى عمل الآلة التواصل فوق النص. طلبت حياتنا رأسا على عقب، ناس شردوا، ناس خرجوا من بيوتهم، أصبحوا نازحين في قيام، قطع الماء علينا، قطعت الكهرباء، يعني إحنا فرض علينا حصار، أصبح التنقل ما بين مديريات أو حتى مناطق في تعز صعب جدا. يعني من كان يتخيل إنه علشان أنتقل إلى الحوبة نحتاج إلى 8 ساعات؟ هذا شيء ما كانش احنا يخطر في بالنا ابدا. معاناه للناس بالذات المرضى، يعني مرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان، هذو اكثر شريحه عانت. احنا الان ربما نعد المحافظه الوحيده اللي اسعار المواد الغذائيه مرتفعه جدا بسبب وعوره الطريق وصعوبته، انه تجي لنا المواد الغذائيه من عدن تمر بدل ما كانت تمر ساعه ونص في الطريق العادي، الان 8 ساعات عشان توصل. اصبحنا يلا نفكر كيف ممكن نفتح الطرق للناس يدخلوا يخرجوا، كيف ممكن نعيد المياه، كيف ممكن تعاد الخدمات. فكرت انه كيف نبدا نشتغل على فتح طريق، فتح الطرق. هذه كان احد الهموم اللي يعني عملت مبادرات كثيره ومش لوحدي، كان مع مجموعه ايضا اخرين من الوسطاء وكذا، انه كيف نحاول نقنع الطرفين انه يفتحوا طريق للناس. محاولات كثيره كثيره وما زلنا مستمرين، وفي كل مره تبوء بالفشل، لانه اتضح انه موضوع الطرق مربوط بقرار سياسي، ما هوش الموضوع يعني ما ابدا ما يحاولوش يربطوه بجانب انساني، الموضوع ربطوه بقرار سياسي وكانه نوع من الضغط او يعني وصلنا لمرحله ان احيانا ما فهمش حتى ايش المطلوب، ليش التعنت في فتح الطريق. ملف المياه كان هو من اكبر الملفات اللي مربوطه بالطرفين. حقول المياه واقعة تحت سيطرة انصار الله مش مشغله، لا يستفيدوا منها هم ولا احنا نستفيد منها. كل ما كنا نطرق هذا الموضوع يقولوا لا احنا ما بنجيبش الماء ولا ندخل المدينه، لانه كان في بعض المتنفذين على الابار وعلى الخزانات. فبدانا حلينا المشاكل والاشكاليه الموجوده داخل المدينه بتوسط لتسليم كل ما يخص المياه لمؤسسه المياه، خزانات، ابار، مباني، كله. جمعنا بين المؤسسه مكاتب المؤسسه في الطرفين ومشت الامور، ولحد الان ان شاء الله الامور تكون كويسه، وبدا في نوع من التغيير داخل المدينه، انه الابار حتى الموجوده بامكانيات القليله تضخ للخزانات وبداوا يضخوها لبعض الاحياء اللي ما كانش يوصل للماء من 8 سنوات. انا بالنسبه لي تعز حياتي كذا اكثر من اسبوع ما اقدر اغيب عن تعز. هذه مدينتنا، عشت في بيت، ولدت في بيت، حياتي في بيت، شغلي في بيت، عائلتي في بيت. احيانا اسافر اني احصل لي فرص انني ممكن اعيش بالخارج وما ارجعش اليمن، ما ارجعش بس ما اقدرش، صعب انني اعيش خارج تعز. بالنسبه لي تعز تمثل شيء كبير والله. يعني امنيتي الاولى ان الحرب هذه تنتهي، يكفي خلاص وصلنا لمرحله يعني ما عاد احنا قادرين.